السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ انا النهارده في ايكيا، لسه داخله دلوقتي حالا. لسه بقى هفرجكم على الحاجه. كمان حاجات تحفه جميله جدا. ده الفرع الجديد بتاع 6 اكتوبر، لسه بقى له اسبوع او اسبوعين. هناخد جوله فيها، جايه اشتري بقى الحاجه. انا جبت قبل كده منها مرتين حاجات الشهر اللي فات، وجايه النهارده اكمل باقي الحاجه عشان قبل رمضان اقفش الحاجه. وراها لكم قبل ما افرشها وراها لكم بعد ما افرشها. ده كس، يعني ده مش قسم الشمع، ده الشمع الفواح. ده ريحته فانيليا، بس ريحته مش هقول لكم قد ايه قويه جدا. الشمعه دي كده ب 69، ريحتها تحفه. هنا خضية دي تحسي كده فيها ريش نعام، عامله 100. هنا الفازة دي انا جبتها المرة اللي فاتت، دي ب40، يعني 39. طبعا هي تحسي انها ابتدى تحسي انها بورسلين، يعني تقيلة وكبيرة اهي. دي عاملة 100. الزرع هنا بقى طبيعي جدا، تحسي ان هو كمان احسن من الزرع الطبيعي، متعرفيش ازاي. هو غالي غالي جدا جدا، يعني دي ب100، في حاجات بألوفات، بس طبعا هو بصراحه من الاخر شكلا وجمالا وكل حاجه، يعني اللي يقدر يجيبه هيجيب، واللي مش يقدر ممكن يجيب الارخص ونعمل زيه، يعني نفس الديكورات بتاعته. هنا الثلاث زهريات دول كانوا ب 200 جنيه، بقيوا 150، يعني 149. دول ثلاثه كبار جدا، شكلهم تحفه. تحطي فيهم زرع، تحطي فيهم الورد ده، يعني ده اللي تحطي فيهم. شكل بقى الفازات الازاز وهي محطوط فيها الورد المجفف، الورد المجفف بس عامل 49 جنيه. ده شكله ليه ريحه على فكره فواح. دي وصفة خروم، بص هي حلوه جدا وما بتمسكيها، تقيله مش خفيفه كده. دي صورتها، دي بتجفف الخضار فيها تقريبا، اللي فيها تجفف لك الخضار. دي ب 149، دي ما عملهاش تخفيض. دي بتاعت الاكياس، بتعبي فيها الاكياس بدل ما تعمل لك كركبه في المطبخ. وفيها هنا دبل كيس قوي جدا، تلزقيها في اي مكان انت عايزاه. دي عامله 59، هي كانت اغلى من كده، يعني سعرها كان اغلى. طبعا انا هجيب واحده، يعني ممكن تستخدميها غير الاكياس في حاجات تانيه، تلمي لك حاجات في المطبخ. وهي حلوه جدا وعمليه وخامتها كويسه جدا. قولي دي بقى بتاعت السجاد، اللي هو ايه تحطيه عشان ما يزحلقش من على السيراميك. دي عامله 100 جنيه بس حلوه قوي. دي هجيبها لان هحط في رمضان سجاد اخف شويه علشان ما يزحلقش، فهجيب دي استخدمها. دي عامله 99. دي زهريه، بس هي كبيره مش صغيره، انا جايباها دي. دي 139، نازل عليها تخفيض، بس حجمها كبير جدا وكويس. هنا الورد المغفف، هنا الجراجي، ده الجردل دوت بكام؟ 39، 29. حلو قوي، خامته جميله جدا، في اسود وفي ابيض، انا جبت منه الابيض. دي كوبايه كبيره، يعني عامله زي بتاعتي العصير، طبعا في منها الازرق واللون ده. دي عامله كام؟ عامله 25 جنيه تقريبا، كانت اغلى من كده الاول، الاكبر منها ب 35. في منها الازرق حلو قوي. دي كوبايه الميه، ازاز ميه، دي عامله 49 بس كبيره وشكلها حلو، يعني على الاقل شكلها غريب كده. دي 39، لان دي ما تشربش واحد مره واحده، دي معقوله شويه. هي حجمها كبير جدا، يعني تدخل في حوالي 60 سنتي وكده، شكلها تحفه. هي كانت عامله 299، دلوقتي 199، يعني 200 جنيه بس تستاهل. دي طبعا معالق اللي هي في هنا مغرفه اهي، ودي تعبيه، ودي لاستيكه، دول عاملين 50.
49. حلوين جدا وخاماتهم هنا كويسة جدا عن اي خامة تانية. دي الطواجن بهيليكس ده عامل 49 يعني 50، وحلو جدا جدا وشكله نضيف جدا. انا ودول حوامي، حوامي السخون ثلاثة عاملين 60 59 جنيه. ده بيفكرني بالبلد عندنا في الصعيد كانوا بيعملوا عليه العيش الشمس، نفس الاقراص دي هم عملونا فيلم. علق التقليد خشب بكام؟ 39. بس يعني مليانه كده، وطبعا بتبقى واخده ماده انها تبقى يعني طبيه للاكل وكده ما يبقاش ضرر. نفس الشوكه ب 39 يعني ب 40، بس خامه نضيفه جدا. دي صينيه، دي صينيه فبريك كده بيضه شفافه، دي عامله 69. هي حجمها كبير كلها 70 سنتي وعرض 50، يعني للتقديم يعني ممكن نحط في المطبخ فيها وندخل على السفره مثلا. دي كده اكيد اجيب واحده زيها شكلها. المج ده عامل 49 تقريبا او 49، بس احنا بره المج العادي اللي يعني ملوش ماركه ولا اي حاجه بيبقى عامل 35 45، يعني ده برضه يعتبر السعر كويس. مش اقول لكم انه غالي قوي، هو هنا في حاجات اوفر قوي بس ممكن تكون فعلا خامه كويسه، بس الواحد بيجيب على قد ما هو يعني مقدرته ايه. بس حلو ده كوب يعني ممكن نستخدمه للزينه وممكن نستخدمه للشرب عادي، مج مثلا ده عامل 79. بس هو هنا ذهبي وهو شكله غالي، يعني شكله ملوش دعوه بالاقل من السعر ده، شعره يعني شكله كيلو. ديت البطرمانات اللي ممكن ايه، يعني دي صدادة دي عاملة 49 جنيه، يعني ممكن نغطي بقى الحاجة السخنة بعد ما تتغلي، يعني هي مقاس المج ده مثلا. دي اهو كده لو حاجة سخنة بنحافظ عليها بالغطا ده، بس الغطا مش رخيص يعني 49 جنيه. بصي ده بقى فنجان او كوباية شفافة اهو، هي صغننة جدا يعني 6 سنتي. ديت بكام؟ ب15. هي مش غالية، حلوة، لأن في الأكبر منها برضه ب15. بص بقى هنقول دي نفس الإيد بتاعت الكوباية دي، دي ب15 كبيرة أهي، تنفع لمسكافيه أو شاي، ودي زيها أهي برضه ب15. كنت تطقمه 3 و3 يبقى طعم، يعني ده قهوة ودوت شاي ومسكافيه والحاجات التانية. حراري صح؟ ده مفرش، ده مفرش أطباق. طبعا هو حراري في نفس الوقت من القش الطبيعي اللي هو البحري، كل ده طبيعي. ده عامل 79. بصوا في اشكال كتير جدا حلوه، يعني في ده بس ده عامل كام؟ ده عامل 211 تقريبا، بس 149. في ده حاجات طبيعيه كلها، حاجات تعتبر ريفي تحت الريف، بس طبعا ليها اناقتها ولها شكلها صراحه. انا بحب الحاجات دايما الخوص دي جدا بكل اشكال. دي 79. بصوا بقى ده شكله جميل قوي، ده عامل 69. تحطش كده طبعا على المطبخ، في المطبخ لو تحط عليه اكل شكله حلو، حتى لو بتصوري الاكل بتاعي شكله كويس تحت الطواجن او المجات او الحاجات دي كلها. ده كل اشكال الحاجات دي. بص هو ينفع عجان، بس انا مش عارفه المضرب البيض هيضربه يعني هيتكسر ولا ايه. هو قوي جدا فعلا، يشيل دقيق كتير، يعني ممكن اقول لك 3 كيلو دقيق. شكله كبير حلو قوي، 50 جنيه، رخيص جدا. فانا هاخد واحد كده اجربه واخش على الموقع اشوف هو ايه، يعني حراري ولا ايه. بس هو مش مكتوب عليه ان هو حراري خالص، مكتوب عليه زجاج. ده كده ابريق، مش هقول لكم شكله ايه. وخامته تحفه جدا جدا، بس شكله ولونه غريب. ده عامل 349 جنيه، بس انا لما دخلت عليه قلت لو لقيته ب 100 هجيبه، فلقيته 350. تخليه بقى لما يرخص. دي مصفى بتاعت حوض اهي كده، الحوض اهو، تغسلي بقى الخضار، تغسلي فيها المعالي. دي حلوه قوي، المره اللي فاتت جيت ما كانتش موجوده، عشان هنا بقى فيها جديد كل حاجه نازله. 69. وديت طبعا غويطه برضو بتغسلي فيها
او بتصفي فيها الحاجه. بتغسلي هنا، بصي بتغسلي هنا وبتصفي في دي. دي عامله هي ال 99 ديت بتاعتي الاكياس، بنحطها في الضرفه. هي معموله هنا كده اهي شكلها دي. ممكن تحطيها جوه، ممكن تحطيها بره المطبخ، يعني في المكان اللي انت بتحدديه لايدك وكده. بتحط فيها الاكياس وتشدي دي زي دي برضه نفس الخدمه بتاعتها، بس طبعا دي احلى وقع. يعني فرق ايه 10 جنيه، دي 60، دي 75. برضه بتاعت الاكياس ممكن توظفيها لحاجه ثانيه، يعني ممكن تشيلي فيها حاجات في المطبخ او للغسيل تنفع يعني، او تشيلي فيها يعني الادوات اللي بتاعت الحوض بتاع المطبخ يعني. بس بنوظفيها زي ما انت عايزه، مش شرط القوايه كبيره يعني. دي كده 40 سم كده، وارتفاعها بتاع 60 سم غير المدوره. المدوره كده صغيره، ودي سعرها بسيط. دي هرسه الثوم، بس عايزه اقول لكم انها تقيله جدا، معديه 300 جرام وزن استنلس، يعني ماركه كويسه جدا. هي ب 129. بصوا هي تستاهل، مش هقول لكم لا ابدا. بنقعد نجيب واحده تجيبها 60 او 70 وتترمي وتجيبي غيرها وتصدي. دي بصي مش هقول لكم قد ايه خامتها تقيله جدا، روعه روعه جدا بصراحه. طبعا ده دي منظم، يعني ممكن تحطيه في الدرج، هو اتحط في الدرج اساسا يعني، درج كده بتنظمي فيه لو حاجات صغيره. وطبعا بتسحبيه بسهوله، يعني بتسحبيه بتجريه كده، يعني بيجري بسهوله لو هو محطوط اهو، بجره بيبقى سهل جدا. هو انا محطوط في الدرج محطوط كده، بس ده بقى مش رخيص يعني، تمن 99 جنيه. ده نفس الطريقه نفس السعر، الابيض الابيض نفس السعر. طبعا من 130 ل 200 جنيه، بس هما حلوين. بس طبعا هما غاليين يعني، عشان تجيبي تكفي الدرج واللي عندك عايز لك مبلغ وقدر. بصوا كله ده حوامل لدروب، يعني من اول هنا. بس دي كده نوع كده يعني يفر. انا بالنسبه لي مثلا انا احط فيه حاجات، يعني انا عندي المنظم الثاني اللي يبقى قطع ايه صغيره في، يعني في سكاكين طويله ما بيبقاش مكفيه. دي رخيصه جدا، عامله 29 جنيه. ماشي. في حاجات تانية هنا ايوه، او ثلاث عيون هنا، بس انا الدرج عندي اصغر من ده. ولو كانت شيل كنت جبتها، لان هي طبعا عمليه جدا وسعرها كويس جدا. اما جيت قبل كده مكنتش موجوده الحاجات دي خالص. وانا هاخد دي هكمل بيها الحاجات اللي جبتها المره اللي فاتت. دي علب ابيا المشهوره طبعا، اللي كانت عملتي من بهدله الدنيا يعني. في منها اللون الاورنج 99، دول 17 قطعه. طبعا فيهم صغير وكبير. هما انا جايبه منهم الاورنج المره اللي فاتت، بس قعدت فتره اجيبهم، كانوا على النت الباب ب 175 عشان ما كنتش قادره اجي لان المسافه بعيده. فطبعا كده هنا هي ب 100، يعني ال 100 دي كانت من فتره طويله السعر ده، بحوالي من حوالي 3 سنين، وهي ب 100 جنيه بس. كان اللي بيجيبها بيبيعها بيزود عليها. دي ماسوره وجايب الحوامل بتاعتها، وجايه بالمسامير، وجايه بالوردات اللي هي في الدم، وهي معدن وبيضه وتقيله جدا طبعا، ملهاش دعوه بره. هي اهي اهي دي اهي متعلقه اهي، معلق كده. هي عامله 40 جنيه. بص دي ستاره طول كده 99، اللي وراها دي بقى كده. بس دي عامله 250 جنيه، يعني دي عرضها متر ونص، فاكيد 3 الا ربع. دي اللي هي الصناديق اللي بتحط تحت السرير، بتشيلها في الدولاب، نظمي فيها الحاجه. بتبقى بصراحه شكلها حلو، بتلم وبتبقى الدنيا نظيفه قوي. ده عامل 99، مقاس 33 في 38 في كل الالوان. بصوا الصابط ده، ده عامل 799، ده من البامبو يعني معمول يدوي طبعا. بص دي جوله مع الصناديق دي كلها. وبصوا دي كمان يعني، بص الصابط ده
كده. السبب ده اللي عاملاه المصرية، يعني البنت البنت اللي عاملاه موسى واللي صورتها، يعني بس المصريين هما اللي عاملين ده. الشيك والأنقة الشاية أنا هاخدها أحطها قدام باب الحمام، يعني مثلا اللي طلع مثلا الحذاء مبلول يرشف فيها، ومش غالية 29 يعني، وفي حاجات بميات طبعا. دي كل شكلها، هي مدية على أسود كحل غامق. هنا معمولة يدهم برضو زيهم، بس سعرها حنين والله. دي عاملة كام ألف؟ أنا مكنتش عايزة أقول لكم الأرقام، قلت لما أروح أقول لكم. دي عاملة 4000 جنيه. بصي يعني كده 60 سنتي في حوالي متر وعشرين أو متر. دي ده كلين برضو، ده كلين صوف، هو يدوي، هو ماركته إيراني. هو خيط ايه اساسا دي بقى؟ جلد بقى. انا جبت منها المره اللي فاتت بتاع 18 او حاجه زي كده، فانا جايه اكمل الباقي. بصي كل مقاس من ده بنفس السعر 19 جنيه. دوت زجاج ماكس، الماركه بتاعته سويد. ماشي، انا هجيبهم اكمل الباقي. ايه ده؟ ده الكبير مسطح، وده الحجم دوت كده، دوت تابولات يعني للسلطه للشوربه بينفع. انا يعني انا خليت الحاجات عندي كلها تبقى بيضه، فعماله اجيب كل حاجه لونها ابيض ابيض واسود. ماشي بقى. طويت للغرف الخضار دوت، وفي بقى المسطح للرز. ده المسطح بتاع الرز، ده طبعا حجمه حلو قوي، يعني يجي 19 سنتي 19 سنتي حجمه، مش صغير يعني، جميل جدا. المقاس سعره 19. اللي هنا مزهريات وحاجات بتاعه الشمع، الشماعات. بصوا الصغيره دي عامله 50، بس ايه يعني ايه اللي مخليها غاليه كده؟ انها يعني مش هتلاقيها بره، الرسمه ولا الخامه. دي زيها ماشي، دي نفس السعر 50. نبدا هنا بقى ايه بميات وربعميات. ده 500. هنا ده بقى فخار، يعني صيني او اكروبي. ده عامل 300، واللي اكبر منه عامل 400. بصوا هنا فوق الحاجات شكلها حلو جدا بصراحه، مش هقول لك لا. بصي ده عامل 250 جنيه. ده هو شكله كده، هو كبير مش صغير. كل ورد اللي عليها دي عامله 100، بس هي شايفاها تقولي ورد طبيعي جدا جدا، مش هقول لك قد ايه طبيعي. ده ارخص بوكيه هنا. ده سعرهم كويس، دول 39. في حاجه 40 جنيه. الفازه دي عامله 45. بص يا جماعه، تقول عليها شجره بجد، شجره يعني، هي هتفضل كده مش هتبوظ عندك، تغسلها ترجعها تاني. يعني عامله 600 جنيه بالفازه بلاستيك. انا خليني في الطبيعي احسن، جيب طبيعي بلاقي بجد طبيعي، ويبوظ اجيب غيره مهما كان. مش هتفضل دوت طبعا زي الالمونيا كده، برضو مزهريه. دي بفازه، دي بصي غلبانه 15 جنيه. انا جايبه منها كذا واحده، والله حلوه، او محطاها مع الاستلس شكلها حلو. دي الكبيره، انا جايبه دي ولا صغيره؟ دي الفوانيس. بصوا هي دي ب 250، بس مهما كان ده اصلي، يعني احسن من اجيبه بره، برضو غالي. يعني انا الفانوس بجيبه ب 100 ب 300 جنيه و200 جنيه. ده برضو فانوس، بصوا كل الاشكال. والله ده بره سالت عليه تقليد في شارع المعز، كان اغلى من ده بكتير، بس بصي ده على الاقل افضل واحلى. ده 390.
جيب 140. ده برضو فانوس، ده فانوس، ده الشمع. الشمع هنا طبعا مش هقول لكم قد ايه ريحته جامده. دي عامل 69. هو احلى حاجه بالفانيليا. دي ترابيزات، دي كانت 390، بيت ب 195. منها الابيض، دي منها الوان كتير جدا هنا. حط كده في ركن كده وحط عليها فازات تاكل عليها، مساحتها يعني 60 في 60، والرجلين بتاعتها بتركب وتشيل. هنا ستاند تاني، دي ترابيزه دورين حلوه قوي والله. دي عامله 300، عامله 295. دي شكلها الاول كانت اغلى من كده. دي كده تحط تحت انا عايزه تحت التلفزيون في ركن كده، تحط في ركن تحط عليها حاجات يعني تعمل الجزء اللي هنا. انا كده خلصت في الحاجات اللي انا جبتها وجايبه قبل كده مرتين، وهنخرج بقى ان شاء الله. هقولها لكم بقى لما اروح، احكي لكم انا جبت ايه.